كده صدقني. صوت فيه دوشة جنب حضرتك كتيرة جدا. في دوشة؟ في صوت جامد جدا كده جنب سامعني؟ حضرتك. تمام كده اتفضل سامعني؟ اتفضل. كده سامعني؟ اتفضل تمام كده زي الفل. اتفضل يا كابتن. طيب يا حبيبي، وانا بس حابب ان انا ابارك الشعب المصري ان شاء الله قبل مباراة بكرة ان شاء الله بامر الله. مبروك صعودنا لكأس العالم، والمجموعة اللي موجودة تستاهل، لان فعلا عملت مجهود جبار، وانا من اسعد الناس اللي موجوده هنا بالذات في مصر. تحس انت عايش الاجواء، لكن احنا بره هنا مغتربين أكيد. غربه، فبنفرح اكثر وفرحتنا كبيره جدا بالمنتخب بتاعنا واللعيبه المصريه اللي موجوده عندنا. أكيد يا كابتن. يعني طبعا أنا بستعيد معاك ذكريات 90. حضرتك طبعا كنت شاركت في تأهل المنتخب، لكن طبعا يعني كان سوء الحظ إن أنت ما تشاركش معاهم فعليا، لكن شاركت في يعني وصول منتخب لمونديال كأس العالم 90. قول لي الذكريات الجميلة ممكن ترجعها تاني إزاي؟ والله يا كابتن، ده كان امل كبير جدا، ان احنا كان بقالنا 30 سنه ما وصلناش كاس عالم. قبل سنه 90 كان بقالنا 30 سنه ما وصلناش كاس عالم. فالجيل اللي كنت انا موجود فيه ده كان جيل محظوظ جدا، هو اسعد جماهير الكره المصريه كلها واسعد القاره الافريقيه كلها بوصول مصر لكاس العالم. ولينا ذكريات كبيره جدا في تصفيات كاس العالم، الحمد لله شاركنا في جميع التصفيات، وكان اخر مباراه نفس القصه اللي كانت موجوده دلوقتي. كان عندنا الجزائر اللي هي ماتش الفاينل بيننا وبينهم، تعادلنا معاهم هناك 0-0 وكسبناهم هنا في وسط 120,000 1-0 في استاد القاهره الدولي، ووصلنا بعديها لكاس العالم. دي كانت اسعد بشرى لجماهير الكره المصريه، واسعد بشرى لينا كجيل اللي هو جيل التسعين اللي هو وصل مصر كاس عالم، زي ما الجيل اللي موجود بتاع 2017 ان شاء الله هيوصل مصر كاس عالم. يعني تسلسل الاحداث يا كابتن بدري، من اول مباراه مع الكونغو اللي احنا كنا متاخرين فيها بهدف والحمد لله يعني كسبنا 2-1، تسلسل الاحداث من هذه المباراه لغايه النهارده تحديدا، المباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0، كان بيدي لك امل ان منتخب مصر يوصل لكاس العالم؟ والله يا كابتن حبيبي، انا من ساعه ما لعبنا وقلت ان احنا هنوصل قبل ماتش بكره، يعني انا قلت هم هيدونا الهديه دي ان احنا هنوصل كاس العالم قبل ما نلعب بكره. تمام. لكن الحمد لله التعادل في مصلحتنا مصلحه كبيره جدا لينا، نتيجه كويسه جدا للمنتخب المصري. اولا هتدينا دافع ان احنا بكره ما عندناش فرصه ان احنا نكسب، ونبقى تاهلنا قبل ما نروح غانا. اكيد. لان لو احنا غانا واحنا كنا محتاجين المباراه كان هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه للمنتخب المصري، لان المنتخب الغاني حتى في اسوء حالاته منتخب قوي، منتخب عنيد، منتخب يمتلك خبرات، وخصوصا كمان في ملعبه تبقى الامور اصعب جدا بالنصر. يعني احنا عندنا فرصه ان احنا وسط جماهيرنا ملعبنا ان شاء الله نقدر نكسب ونقدر نسعد جماهيرنا ونقدر نوصل. اكيد. لكن لو وصلنا لغانا واحنا ما عندناش الشانس ده ممكن تبقى الامور صعبه بالنسبه لنا، والحمد لله ان ربنا جابها كده، ودي نتيجه ان شاء الله مرضيه بالنسبه لنا، وان شاء الله بكره اللعيبه المصريين الموجودين يكملوها ونوصل كاس عالم. يعني كابتن بدر، اهم النقاط اللي حضرتك ممكن تتكلم فيها لعيبه المنتخب. يعني انا بكره، انا بالنسبه لي انا بخبراتي مش عايزين استعجال، ان شاء الله المكسب يجي في اي وقت، وفي نفس الوقت ما بقاش عندنا انتفاع في الناحيه الهجوميه على حساب الناحيه الدفاعيه، وان كان كوبر بيهتم جدا بالناحيه الدفاعيه، بس انا بحبذ ان احنا في اول نص ساعه نحاول نضغط من اول نص ساعه على فريق الكونغو ونقدر نجيب جول واثنين، وبعد كده نبتدي نسهر المباراه ونخليها تمشي زي ما احنا عايزين. يعني في فرق ان انت تبقى مسيطر لكن مش سايق المباراه، احنا عايزين الاثنين نسيطر ونسير المباراه بطريقتنا احنا مش بطريقه الفرق الخبره. تمام. بالتالي ان شاء الله بكره هيبقى في توازن في الدفاع والهجوم، احنا لما نقول لازم يبقى في توازن في الدفاع والهجوم، ما يبقاش عندنا تجانب في النواحي الهجوميه، ما يبقاش عندنا طمع، ما يبقاش عندنا استهتار ان احنا واصلين ان شاء الله واصلين، لكن يبقى عندنا حذر، لان الفرق الافريقيه ملهاش معايير ولهاش مقاييس، ممكن تيجي تتابع جدا في مصر، ولازم يبقى التركيز على اعلى مستوى 90 دقيقه هتحقق امل كل المصريين الموجودين حوالي 100 مليون مصري، هتساعدهم وبيبايتين بكره ان شاء الله في فرحه كبيره وسعاده، وتمني كره القدم هي السبيل الوحيد لاسعاد كل المصريين. اكيد يا كابتن بدر. يعني برضو انا فهمت كلامك وفهمت برضو انت متخوف ومتفائل من ايه، بس انا عايزك تاكد عليا انت متخوف من ايه؟ انا متخوف من اللاعب المصري اما يبقى حاجه في ايده مضمونه يفرط فيها. يعني تملي المواقف الصعبه تبين معدن الرجال، واحنا مصريين رجاله بطبيعتنا ولعيبتنا رجاله، لكن مش عايزين نستهتر بالمباراه، مش عايزين نستسهل المباراه، احنا عايزين الاول نخلص الماتش، بعد كده
نبتدي نستعير الماتش زي ما احنا عايزين. اتفق معاك. احنا المتحكمين، احنا اللي مسيطرين، احنا اللي عايزين، احنا اللي لنا هدف. احنا هدف، انت بتلعب يا جماعه توصل كاس عالم. بالظبط. مفيش اكتر من كده دافع. مفيش اكتر من كده دافع. انت يعني شوف احنا خدنا افريقيا كام مره، مع ذلك الفرحه بتاعتنا مش كبيره قوي. بالظبط. لكن لما توصل كاس عالم انت بتضاهي جميع فرق اوروبا. يعني بيبقى عندك فرصه كبيره جدا انك كمان يبقى تزود عدد المحترفين، بدل ما يبقى عندك 14 محترف يبقى عندك 20 محترف. بالظبط. فدي برضو حاجه جديده للمنتخب المصري وللشعب المصري ان شاء الله بكره يقدروا يحققوها ان شاء الله. واتمنى وربنا يصوننا في لعيبتنا وفي جهازنا الفني